حراكش وحاكي أولاد الحرام. وحاكي أولاد الحرام الجزء الثالث، لعبة أنتوا كتير حابينها وأنا زلمة يعني عم بسلك بشكل قوي جدا، فيلا نكمل. يا هلا والله في بيتي، طبعا معنا 2450 دولار وهذا ولا شيء. تعرف قلت الهدف ايش؟ انا بحب اصير مليونير في كل لعبه بلعبها، راح اصير مليونير في اللعبه، راح اصير مساله وقت فقط. طيب هلا احنا بدنا نسرق البيت رقم 108، بنسرق منه شنطه موجوده هناك. طبعا حاليا معنا 2500 دولار، فليه ما نستثمر؟ خلينا لوك بيكس زياده. الكاميرا هاي مخلينا بتخلينا نقدر نسرق من الميل بوكس، بوكسات ال 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 ما بعرف شو اكتبه بالانجليزي، فلازم تكون معنا. طيب شو كمان في اشي هون؟ اوه كوايت شوز، اوكي هذا لسه ما فتح. هذا الماسك كويس بس لسه حقه كتير غالي، معناش حقه. لقدام بقدر يكون عندي دارت، يعني بقدر اخدر الناس عشان اسرق بيوتهم. اوه الضحكة الشريرة ضحكتها. نشتري معلومات عن بيت رقم 108. ايوه اوه غالي، مش مشكله. اوكي اوه يا حبيبي التننت، الزلمه اللي عايش في البيت مسلح. الشباك اللي فوق مفتوح، المفتاح لا القبو موجود فوق. اوكي والزلمه بيطلع بين الاربعه والخمسه والساعه 8 والساعه 9، يعني معي بس ساعه ساعه بس. شيت يا جماعة صعبة والله صعبة. يلا نسرق بيت رقم 108. جماعة ما بعرف إذا حضرتوا الجيم الماضي، الجيم الماضي سرقنا مركز الشرطة، يعني حاليا احنا حيتان في اللعبة، فاهمين كيف؟ وين 108؟ 104 105 وين؟ طب وصلنا 115 وين 108؟ استنى هيو 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 احنا هنصف هون لانه ما في مكان. بحس ايش الطريقة المناسبة انه نستنى الساعة تصير مثلا 3 بعدين نتسلل، اول ما يطلع ندخل بعدين نتخبى في البيت، نستنى الساعة تصير 8 بعدين نسرق ونرجع نتخبى زي هيك اشي. طيب استنى استنى شوي، استنى استنى في اشي، في هربة تتوقع فيه انا. هو بفضح ساعة 4 العصر ولا 4 بالليل الفجر؟ 4 الفجر لا. طيب العادة استنى هيك الساعة 8 بالليل هو حيطلع، برجع الساعة 9 ومسلح يخرب بيته يا زلمة، هذا مش طبيعي، هذا زلمة هذا حوت. بدأ أدخل من فوق، بدور قاعد على مثل طريقة معينة اتسلق اشي شغلة عاملة. الشباك اللي فوق حكى لي المفتوح، بس بعدين شو استفدنا؟ وهو فوق مش قرد انا اوصل لفوق يعني. يلا المفروض هسه يطلع، بس بدي اعمل عليه هايلايت عشان اعرف انه شو الروتين تبعه. هيو 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 اوكي امورها تمام. لا شو هاد كيف كانت؟ اوكي افتح افتح افتح. اوكي في شنطة لازم اسرقها. لا لا قرب يجي يا زلمة، ايه يخرب بيته قرب يجي يا رب. تخبى 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 ايوه. هسا يجي يعني هسا لساته برا. طب ايه متى حيجي؟ هو مكتوب على 21 حيجي الساعة 21:30. ايه بس بقدرش يعني بقدرش اخزن، بقدرش اخزن. اوكي كان الشباك مفتوح، ممكن الواحد يهرب منه. اسرق اسرق عرف عرف اليوم عرف عني عرف عني كيف عرف عني؟
كيف عرفت عني ولا معفن؟ حبيبي كيف عرف عني الولا؟ لا 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 كيف عرف عني الزبالة؟ الله هذا زمن. أنا مش عم بسلك واحد طبيعي، بسلك واحد شكله كان مع الجيش قبل، يعني حدا حوت يعني فاهم. طيب هستنى الساعة زي قبل شوي. كيف استنى ليطلع. بتعرف شو بدي افحص المنطقه باستخدام الدرون. هذول الشبابيك كلهم مسكرين. اوه هذا مفتوح، ممكن الواحد يهرب منه ويطلع دايركت برا. اوكي وهون مفتوحين. اوكي امورنا تمام، اي ثينك امورنا تمام يا جماعه. لازم اطلع فوق واتخبى، هذا اللي لازم اعمله. اوكي اسمه سباستيان، طبعا حدا اللي نسرقه سباستيان. اوكي ترى مشي يلا. يا الله طيب 10 ثواني وحيجي. اوكي حاول تخبى. كيف تخبى يا زلمة؟ اوكي امورنا تمام. هلا لما حيجي ايش صار؟ ليه في ازرق على هاي؟ استنى حينام، لما يجي حينام. حيضل اوكي. فانا لما اجيت صار في معلومات غير. انا المعلومات اللي كانت عندي انه حيطلع من الساعة 8 لساعة 9، طلع حيطلع للساعة 10 بعدين حينام. فلسه معنا شوي صغيرين. نسرق سريع سريع نسرق هدول اللي هون، ضل عيننا على الوقت. معنا شوي صغيرة. ممكن تخبى تحت تخته. اوكي اوكي معناش كثير وقت، 10 ثواني حيجي. يلا نتخبى تحت تخته، يعني تحتيها نتخبى. بدنا ندور على المفتاح، المفتاح القبو فوق، يعني هون في الطابق. كيف عرف؟ كيف عرف؟ ممكن عرف انه في شغلات اصلا مفتوحه. معقول تك شغلات مفتوحه؟ يمكن يمكن والله. عموما ما اكتشفوا لي، هني متخبي اموري تمام. صار لهم زمان بيدوروا، تقول كانه عم بنسرق. اوكي هدي بطل بطل يركض. هدي هدي الامور عسل، الامور لطيفه، الامور حلوه. لا باب مفتوح. رجع يركض. رجع يركض. المفروض سكرت كل باب وراي صح؟ صح يا جماعة، عشان أكون حرامي محترف أكتر. أحلى إشي ولا خطر على باله موضوع ال خلاص حتنام حبيب. الشرطة، في شرطة في البيت، أنا سامع صوت خطوات. طب بعدين فيش مجال. دور على المفتاح، المفتاح. المفتاح المفتاح. بسم الله. كيف هيك؟ اي كيف هيك؟ ابو هيك جيم يا زلمة، ضربني من تحت الارض يا زلمة، كيف هيك؟ الله اكبر. اوكي لازم هسه كل لازم تركيز بصراحة. السر عشان ما يعرف اني عم بسرقه، اتوقع اني كل شيء سكره وراي. اوكي نكمل، افتح الباب. طيب البيسمنت. هات اعطيني البيسمنت. هي هون، هي اللي بدأ مفتاح لإلك. المفتاح المفروض يكون فوق. هاي البريف كيس. ايه طلع مو لازم المفتاح خلاص. هاي المفتاح خليه لبعدين، هو شوي حيجي. ف هات هاي خلاص. اطلع 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 من هون. اسمع خلاص هيك طلع شنطتي فل، كل شيء بدي اياه معي. حيجي ما حيشوفني. ليه وجع راسي؟ شكرا، تم سرقة الشنطة اللي حبيعها السوق السوداء. هاي ها هاي ها 100 دولار.
I think your chances of survival just went up by at least 20%. I mean, after ripping off a known criminal organization. For now, I want you to practice your skills by doing missions. Who knows what happens next? We gotta wait. Behind. With their move, but not passively. طيب صار معنا $2000. ممكن إذا نبيعنا إشي على السوق السوداء خلينا نشوف. لا ما في شيء. لازم نتطور يا جماعة. لازم نتطور. فالحامله خلينا نكمل إيش نعمل مهام. هذا بده يعني نكسر شوية شغلات في 108 بعطيه $400. وهذا بده يعني نكسر المكيف في 101. تعال نأخذ إذا نشوف إذا في معلومات عن 101 ممكن نأخذها. 101 ما عندنا إشي عنه خلينا نشوف. أول شيء في باب ورا ممتاز. الزوج بيطلع الساعة 9 وبرجع الساعة 5 اوكي. الام تطلع الساعة 8 وترجع الساعة 10. فهذا هو الوقت المناسب عشان نهجم الساعة 8. رحنا نعمل 101 نرجع على 102 180 ل 108. صعب الزلمة بسلح وقصص. 101 سيها الساعة 8 عندما الزوجة تخرج من البيت. إنه الوقت المناسب. والمية واحد هاي 101. الشارع هذا مليء بالناس. طب أول شيء كوني جيت هون الزوج في كلب في بسة كلب حبيبي في كلب. إن شاء الله الأمور تكون تمام مع الكلبة. فالفوض هسه الزوج موجود في البيت. في كلب زلمة هذا مشكلة شو بدي أعمل فيه. هذا الزوج خلينا نعمل له السكان. أوكي الزوج حاليا نايم بصحى شوي ونايم أكثر مرة وروح الحمام كأنه كلب. الكلب مشكلة الكلب مصيبة بصراحة. ايش 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 يا عمي ايش ما بزبط. استنى والله بالغلط والله بالغلط والله بالغلط ويطلع داخل جوا ال اوكي. الكلب الكلب حيعمل له مشكله. طيب فهيك احنا عملنا سكان لكل العيله. عندنا الزوجه عندنا الزوج والكلب متوتر لساته. طيب حستنى الساعه 8 بالليل عشان نبدا عمليه السرقه. البيت المفروض لا لا في اشي غلط. استنى شوي. في واحد يا الله في حدا في البيت حيكون. لا هذا دائما في حدا في البيت. هذا البيت ما بفضى. في باب بقدر ادخل من هون. تعال نفتح من هلا خليه مفتوح. وهذا حيروح هلا اروح على المطبخ يقعد له ساعة زمن بعدين حيروح ينام. هل امان ادخل اسرق؟ انا كل اللي بدي اعمله بدي اكسر المكيف. اصلا وين المكيف اللي بدي اكسره؟ يا هذاك اللي عليه ايو برا ولا جوا؟ برا يعني بقدر اكسره من هلا. ما عندي كيف اكسره؟ وين؟ فيش اشي بقدر اكسر فيه. يا حبيبي ماليش دخل. كان عندي كروبار يا زلمه وين راح؟ وين حطيته في ال وين اختفى؟ ام الغباء. شكلي حطيته في البيت نسيته. يا الله الهبل تضيع الوقت. انا افشل حرامي في العالم صح؟ فيش يعني هبل يا تضيع وقت. يعني هون معقول احطه هون؟ لا وين راح؟ ضيعته بس ضيعته زي هيك. ويمكن لما رحت على المركز الشرطه ما رجعت اخذته. معقول خلص هيك. اوكي هلا بقدر اكسر الشغلات. رجعت عدنا. المهمه كثير بسيطه وتافهه بس انا كثير كثير عم بطول فيها. بس بدي اكسر المكيف سهل. كل شيء جاهز
نايمين، الكلب قاعد بستنى أي إشي يصير. الكلب لما أكسر لها حيسمع أكيد. ولا حد شاف ولا حد دري. نايس. سبحان الله طلع في سيارة حمراء واقفة قدام البيت. سبحان الله صدفة. بقدر أروح مشي على بيتي. أوكي ممتاز. هل سيارة تحتاج لحالها ولا لا؟ ولا حتكون ما عندي سيارة؟ اجت لحالها. ممتاز. خلصنا المهمة. أوكي ضايل بس واحدة اللي هي كسر شغلات في بيت رقم 108. طيب يلا. بيت 108 كان قصته قصة وزلم مسلح ويلا ما بس مش مشكلة. بالنسبة لبيت رقم 108 وضعه كان سبيشال كيس. حسب ما بتذكر. حاليا هو نايم وبصحى وبطلع بعد شوي. هو نايم فبالتالي ممكن ندخل نتخبى شوي. نتخبى هون قبل ما يصحى. استنى معنا والله استنى معنا منيح وقت قبل ما يصحى. نشوف معنا ساعة يعني بصحى الساعة 4 3 4 احنا الساعة 1 ونص معنا وقت نسرق. هذا كله بدنا نكسره بس مو هلا بس لما يصحى بل ساعة هو يصحى. فيش شي هون. مطبخ فاشل نوعا ما. اوه اسف مش قاعد بهمس. نايم أمورنا تمام. حقه 200 دولار هاد والله لأسرقه. استنى والله لأسرق أبوه. ما عليكم بعدين بعدين بسرقه بس حنسرق أبوه. هلأ هو حيصحى بعد شوي. لسه ضاله ساعة وشوي ليصحى بس أنا ما بحب أنه أخذ ريسك. اجا صحي 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 يا رب ما يلاحظوا انه عم بسرق. هسه روح لنادي الشرطة. والله مش مش وقته هسه. يا الله بعدين جد بعدين شو استفدنا؟ طالع لي قلت هون. طب كيف شو اعمل؟ ممكن لازم اسكر الباب. اسكر الباب المفتاح بعد ما افتحه. ممكن اتوقع لازم هيك اعمل. ليش شرطي؟ لا شرطي عليك. لا تقول لي شرطي عليك. لا اعطيك العافيه اكلنا هوا. شرطي عليك بالطاوله. هلا اطلع اسمي بمسكني ولا لا سؤال. امور تمام امور تمام. لازم اكسر الطاوله هو واقف عليها. ساعته حالك عن هبلك يا زلمة. لازم أخس لازم أعمل إيش تاني. أجي صاحب البيت. أجي صاحب البيت. عندنا شرطي عالق في البيت قاعد بتمشى. إيش أعمل في حالي؟ شو لو البوزيشن السيء اللي أنا فيه؟ بروح. أوكي أنا مبدئيا بس سامع صوت مو قادر أشوف إشي. الشرطي راح. الشرطي راح الحمد لله. الشرطي راح. هلا انا هلا حاليا تحت الخطر. بدي استنى. اوه ايوه موجود استناه يطلع. ويي بطول. ويي هضل لي كل هالوقت في الخزانه. يلا بسم الله. مطولين في الخزانه يا جماعه. بسم الله. طلع طلع الزبال من بيته. خلاص لقد تفردنا. اهم اشي ما نعمل اشي غبي خليه يحس انه عم بنسرق عشان يجي على البيت. نكسر هاي. لا 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 كيف سمع؟ لا
يا زلمة كيف انت تروح اسمك؟ كل هالانتظار كل هالاستناته اسمع اقسم بالله لحالي كثير مستفز. كيفك؟ بسم الله يلعنك يا زلمة كيف هيك يا زلمة كيف مروح؟ بس مش قادر خلص ليك انت. الله اكبر نزل على القبو على طول. هذا لازم اكسره بصراحه. رح استنى لحد ما هو يطلع عشان اكون امان في حال بس ما بدي الجا له انه اكسره واهرب سريع. بس لا خلينا على الامان خلاص. انا زلمه بترككم انا بحب انه اعمل اشي بطريقه احترافيه بطريقه امنه. خلاص ايوه باي باي بيب راح. اوكي حم امورنا تمام امورنا تمام امورنا تمام. ما سمع. ناخذ تلفزيون. باي باي. ما حد شافني ما حد شافني. يا ولكو حصاد حصاد طلع 2800 دولار. الحمد لله امورنا تمام معنا تلفزيون معنا اغراض ما حد شافني الحياة حلوة. اول شي خليني بيع التلفزيون. هيو 198 بيع في هذا في هون هذا برضو بقدر بيعه. هيك صنعت 3000 دولار ونشوف السوق السوداء اذا معنا اشي من المتطلبات. المفروض معنا طلعوا معنا هون هاي 100 دولار ومعنا هاي 150 دولار. يا كبير يا كبير يا كبير ومعنا هاي اوو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 و
الحمد لله الحمد لله، بسم الله ما شاء الله. طيب كمان شغلة ليفلي زاد، فبقدر أطور، ممكن أطور سرعتي، أصير أركض كثير أسرع، ممكن أخلي الناس تسمعني أقل، هاي بتكبر شنطتي فبالتالي بقدر أحمل أكثر. بحس الركض ما كثير بفيد، الوزن أهم، فرفعنا الوزن صار لنا شي كيلو ممتاز. طيب هلأ لازم نشتري عدة، أنا هيك بشوف، أنا بشوف العدة هسا أهم شي. نايت فيجن يا أخي، بحس النايت فيجن كثير مهمة، يعني بشوف في الليل كثير مهم، بس 3000 دولار يعني نص فلوسي. كمبيوتر هاكر، كمبيوتر هاكر بحس برضه كثير مهم. يا جماعة اكتبوا لي في تعليق ايش بدكم اشتري، ايش اطور عشان الحلقة الجاي، وبس بشوفكم في الجاي وحوش.